جزاكم الله خيرا. تقول: ما حكم لبس البنطال الفضفاض عند النساء وعند الزوج، وهل في لبس البنطلون تشبه بالكافرات؟ الواجب على المرأة الستر، وأن تلبس الثياب الساترة التي ليس فيها تشبه بالرجال أو تشبه بالكافرات، وكل امرأة تلبس ما اعتاده المسلمون في بلدها، ولا تعدل عنه إلى لباس أجنبي عن لباس بلدها. هذا هو الواجب على النساء. ولبس البنطلون هذا فيه تشبه بالرجال، لأن أغلب من يلبس البنطلون الرجال. وفيه أيضا ناحية أخرى، وهي الضيق ووصف أحجام جسم المرأة وعجيزتها، وهذا يحصل بسببه فتنة. فالمرأة لا تلبس البنطال، وإنما تلبس الثوب الواسع. حتى الثوب الضيق لا يجوز لها أن تلبسه، لأنه يبدي تقاطيع جسمها، فكيف بلبس البنطال؟ إنه أشد ضيقا من الثوب الضيق. نعم.